كما هو معروف يعني عمان ومئة عام على تأسيس هاي البلدية تعاقب عليها زي ما هم الشركس زي ما بقية المجتمعات الثانية بس من الشركس تعاقب عليها على الأقل ثلاث أجيال الجيل الذي وصل والجيل الذي بنى وأسس والجيل الذي مستمر حتى اليوم في عمان وفي الأردن فالقصة تبرز كل جيل ودوره في المرحلة التاريخية المعينة من تاريخ عمان عبر المئة سنة الماضية النادي الأهلي كان له دور كبير منذ تأسيسه سنة 1944 في النهضة اللي عاشتها عاصمتنا عمان ومدينة عمان منذ تأسيسه برأس العين ولغاية الآن وهذا انعكس طبعاً على الفرقة الفنية بالنادي الأهلي اللي كان لها دور كبير بالمشاركات الوطنية والمهرجانات المحلية والخارجية في تمثيل الأردن احنا كمجموعة بتشتغل بالفولكلور الشركسي بشكل خاص ارتئينا انه لازم يكون دور للشركس بهالاحتفال عن طريق اعطاء طابع اسلوب القصصي ودمجها مع الفولكلور الشركسي فوضعنا افكار مختلفة من بداية العام يعني من حوالي عم نحكي عن حوالي 9 اشهر حتى اليوم حتى نبرز دور الشركس وقصتهم مع عمان من تأسيس أول بلدية وبرضو بضيف على هذا الحدث وعلى هاي الحفلة اللي مهمة جدا إلنا كدورنا في عمان ومشاركتنا في احتفالات عمان الروح التطوعية اللي مبنية عليها أصلا الفرقة قسمنا الرقصات لثلاثة أقسام القسم اللي كنا نحتاج فيه تعبير عن الحب والانسجام بين الشاب والمرأة في الرقص الشركسي بدأنا فيه من خلال تعبير الوجه وبعدين كنا في رقصات كنا بدنا نظهر فيها قوة الشاب الشركسي بالتركيز على حركات الإيدين ورشاقته من خلال حركة الرجلين بالإضافة لهذا الحكي كان الجديد اللي أدخلناه بهاي الحفلة كان تمازج حركات الإيدين مع العيون مع التشكيلات بشكل عام إنهم يتمازجوا مع بعض عشان يحيوا روح المشهد فكان بالنسبة لليونت البنات ومرونتهم وانسيابيتهم المعتادة اللي بنشوفها بالرقص الشركسي بالإضافة لكل حركة بإيديهم بعنيهم تعني إشي عشان إحنا نظهر هذا المشهد في هاي الحفلة بالذات راح نستخدم أسلوب جديد اللي هو بيجمع بين العزف الحي وموسيقى البلاي باك زي ما بنسميها بالنسبة للألحان اللي بنستخدمها الألحان طبعاً هي الألحان الشركسية البيور اللي المشهورة الكل بيسمعها في ألحان بالذات أصلها اللي هي القفقاس تركيسيا في ألحان نشأت وتطورت في خارج القفقاس وبالتحديد الألحان اللي إحنا هنا بتنشهر عنا كتير الألحان اللي تطورت في الأردن على إيدين الفنان المرحوم الفنان العظيم عبيدة ومار طبعاً اللي هي تجسدت شخصيتها بالعرض تبعنا أصلاً مشانها هي صفت عنا رمز للموسيقى الشركسية اللي تطورت بالأردن وهذا كله نقصه من خلال الرقص ومن خلال الموسيقى ومن خلال التفاعل الكامل مع عوامل الفيديو والإضاءة والصوت والألبسة فالعرض يعني عبارة عن أوبريت راقص يشارك فيه عدد كبير من الأشخاص بمختلف الاتجاهات مختلف العوامل الفنية اللي اجتمعوا كلهم لإخراج هاي اللوحة الفلكلورية اللي إن شاء الله تكون تليق بمستوى الذوق الشركسي وبهمنا جدا نشكر الأهالي اللي كان لهم دور كبير في دعمنا عن طريق الضغط والزخم اللي استحملوه معنا يعني هذا الموسم وإصرارهم على النجاح معنا شكراً لهم كثير